خلينا نتكلم في المهم الحقيقه، خلينا نتكلم الاهم وهو منتخب مصر. منتخب مصر الحقيقه كان بدايتنا مع موزمبيق، والحقيقه كل التوقعات قبل المباراه كان في نوع من التفاؤل الكبير جدا جدا بمنتخبنا، والتفاؤل كان يعني تفاؤل يعني مبرر، لان احنا عندنا الحقيقه نجوم كبار جدا جدا. مصر هي حامله اللقب السبع نسخ من كاس العالم، افضل فريق افريقي موجود على مستوى الحصول على كاس افريقيا، عندنا نجوم كبار جدا بيلعبوا في الليفل A، مستويات عاليه جدا، عندنا كل المؤهلات الحقيقه اللي كانت تدي الجماهير الثقه وتدي الجماهير انها بتنتظر مباراه على مستوى عالي جدا، وكلنا كنا متفائلين الحقيقه ان احنا هنكسب هذه المباراه. المباراه الحقيقه كان بدايتها اكتر من رائعه، يعني انا هتكلم مع حضراتكم شويه في بعض النقاط الخاصه بهذه المباراه، سواء على مستوى الفني او على المستوى الفردي للاعبين، وعلى مستوى كمان استعداداتنا لمباراه غانا الحقيقه، لان كمان مهم جدا جدا ان احنا نبص لقدام، مش هنقف عند التعادل اللي انا في وجهه نظر يعني كان طعمه طعم الهزيمه بشكل كبير جدا، وان كان الكاف الحقيقه او بطوله افريقيا السنه دي فيها بعض المفاجات الكبيره بالنسبه للناس كتير، ومنهم انا الحقيقه ما بقتش مفاجات كبيره الحقيقه، الفوارق بقت قليله جدا، والكره الافريقيه وخاصه المنتخبات اللي كنا بنتكلم عليها منتخبات صف تاني وصف تالت الحقيقه عندها تطور كبير جدا جدا على مستوى كره القدم في السنوات الاخيره. بيجيبوا مدربين اجانب، لاعبتهم بتلعب في الدوريات الاوروبيه، عندهم قاعده كبيره جدا جدا من المحترفين في الخارج، وبالتالي هتلاقي اي اسم من الاسماء ما بين قوسين كده اللي كنا بنتكلم عليهم ان هم صف تاني وصف تالت الحقيقه بيقدموا كوره رائعه. هقف عندكم شويه عند او مع حضراتكم مع مباراه مصر وموزمبيق. الحقيقه كان بدايه اكتر من رائعه، في الدقيقه 2 مصطفى محمد بيجيب جون، وكلنا بنتوقع بعد هذا الهدف ان خلاص منتخب مصر هيكسب المباراه 2-3 وهيكون يعني في مهرجان اهداف. الحقيقه احنا من حقنا كجماهير اننا نحلم بده، لكن انت لعيب في الملعب عمرك ما يوصل لك هذا الاحساس. الحقيقه هو ده الاحساس اللي وصلني من الاداء الباهت جدا جدا في باقي المباراه، اللي احنا لعبنا تقريبا تلت ساعه ونص ساعه، الشوط الثاني كان شوط هزيل جدا جدا فنيا، فهرجع دوت للحاله الاولى اللي بكلم حضراتكم عليها، ان ما زال ثقافه اللعيب المصري، وانا بعض الناس بتقول لي يا كابتن هاني ده كلهم لعيبه كبار وعندهم خبرات، ولكن عندنا ما زالت المجموعه كلها عندها ثقافه ان هو بيستسهل المباراه، اول دقيقتين بتجيب هدف، بتلعب فرقه ما بين قوسين فرقه من المستوى الثاني او الثالث، وبالتالي المردود والتركيز بيقل اوتوماتيك من غير اللعيب ما يحس، هو حس خلاص المباراه سهله، فبدا المستوى ينزل، فبدا فرقه موزمبيق تخش في الجيم. دي جزئيه مهمه جدا جدا. الجزئيه الثانيه الحقيقه من وجهه نظري التشكيل ما كانش هو الانسب لهذه المباراه في بعض المراكز، انا بتكلم على رقم 6، انا في رايي الشخصي ان مروان عطيه بيقدم مستويات رائعه مع النادي الاهلي، ما حدش يقول لي عنده خبرات ومش خبرات، اعتقد الراجل لعب في كاس العالم للانديه، بيشارك مع النادي الاهلي في البطولات، عندها ضغط كبير جدا 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 وبيأدي بشكل جيد، وبالتالي مروان انا كان في اعتقادي ان هو هيمسح مساحات كبيره جدا من الملعب في الاداء الدفاعي. بدأنا بالنني وكان معاه يعني زيزو، المفروض زيزو، لكن كان بيلعب على يمينه محمد صلاح وعلى شماله بيلعب حمدي فتحي. الحقيقه الثلاثي ده الحقيقه المباراه بينت ان في خلل واضح في نص الملعب، وان المباراه خرجت عن سيطرتنا تماما في الشوط الثاني، وان كان كمان على مستوى الدفاع، احنا كلنا بنتكلم على مستوى خط النص، لكن كمان على مستوى الدفاع انا عندي كمان ملحوظه. عبد المنعم وحجازي. طيب حجازي لا غبار عليه، مدافع قوي جدا، خبرات كبيره جدا جدا، ولكن هي اخر كام يعني اخر مباراه لعبها حجازي وعبد المنعم كانت من امتى؟ ودايما بتكلم انا كنت بلعب في المركز ده، المركز ده محتاج لحد كبير تفاهم واضح ما بين السردباكين، المساكين لازم يكون في يعني يعني في كده تفاهم واضح حتى بالبادي لانجوج بتاعهم. الحقيقه ما كانش التفاهم ده واضح، ما كانش واصل حتى لينا، ان في عدم
اتصال كوميونيكيشن ما بين الاثنين السردباكين اذا كان محمد عبد المنعم او حجازي. حجازي زي ما بقول لك لعيب كبير، لعيب كويس قوي، لكن راجع من اصابه كبيره بعد اصابه ثانيه. حجازي عامل تقريبا 2 أو 3 رباط صليبي، وبالتالي في رايي الشخصي ما كانش جاهز 100%. السرعات قلت، اكيد السرعات قلت بتاعت حجازي. واللي كنت مستغرب له الحقيقه ان ياسر ابراهيم الاداء الرائع مع النادي الاهلي والمستوى الكبير اللي وصل له كان خارج القائمه نهائيا. فده كان احد علامات الاستفهام بالنسبه لي، ان ليه لا انا ما العبش عبد المنعم وياسر ابراهيم، يعني محققين نجاحات كبيره جدا مع النادي الاهلي. وما بتكلمش على اهلي وزمالك دلوقتي او اهلي والانديه، لكن بتكلم على نقطه انا عشتها، ان يكون السردباكين عندهم تفاهم وبيلعبوا مع بعض كتير، وبالتالي يكون في كوميونيكيشن افضل. نص الملعب زي ما قلت لحضراتكم، وكنت اتمنى يكون مروان عطيه هو رقم 6، على يمينه زيزو، على شماله امام عاشور مش حمدي فتحي. دي برضو ملاحظات. الجزء الامامي ما فيش شك محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه، لكن جزئيه كمان الشكل الملعب في وجود محمد صلاح في وسط الملعب لفترات طويله، ده بالنسبه لي برضو كانت علامه استفهام. عدم تدخل الاداره الفنيه في عدل الملعب بلغه الكوره كده، انك ما فيش مانع تبدا بمحمد صلاح لجوه شويه عشان تحاول تهرب من الرقابه المنتظره لمحمد صلاح، ولكن احنا لقينا محمد صلاح متكتف في وسط الملعب، ولا زيزو قادر يقوم بدور محمد صلاح كجناح يمين، ولا محمد صلاح قادر يقوم بدور وسط الملعب او رقم 10، وبعد تماما عن منطقه الجزاء ومنطقه الخطوره، وبالتالي اداؤه بقى مهتز لحد كبير. فكان في لازم تدخل من الاداره الفنيه في الوقت ده، او على اكتر تقدير ما بين الشوطين، ان محمد صلاح يرجع مكانه ويخش مكانه زيزو يخش مكانه، وتبدا تلعب الملعب معدول شويه. على مستوى التغييرات انا برضو كان ليا راي ان وارد جدا بدل كوكا كان ينزل كهربا، او جزء تاني بدل ما تطلع تريزيجيه كنت خلي عمر مرموش يخش كراس حربه تاني مع مصطفى محمد، لان عمر مرموش الحقيقه الارقام رائعه جدا في الدوري الالماني كراس حربه او شادو سترايكر، يعني يا بيلعب تحت راس الحربه يا اما سترايكر. حته انه بيلعب جناح ديت خلاص ما اعتقدش بقت من مميزات مرموش، وبالتالي كنا نستفيد افضل من مرموش كراس حربه تاني بيلعب جنب مصطفى محمد. يبقى على يمينه محمد صلاح، على شماله تريزيجيه، بيلعب تحتيهم ممكن جدا يكون زيزو لسه موجود. فالامور الحقيقه خرجت عن السيطره. المباراه في مجملها محبطه، المباراه في مجملها كان الاداء غير جيد، ويعني التغييرات والاداره الفنيه غير جيد. طيب ده معناه ان احنا خرجنا من البطوله؟ لا، احنا ان شاء الله متواجدين في البطوله مشوار طويل جدا، بطوله ما زالت مستمره.